كثيرة هي المشاريع والمبادرات التي تعنى ببناء النموذج الأمثل للمدينة العصرية من حيث البناء والطرق والخدمات، ولكن تبقى للمشاريع الفكرية التي تبني الإنسان هوية وشخصية رونقها وطابعها الخاص. في الشارقة نواصل رحلة المدينة الرياضية التي تعج بالمؤسسات والمبادرات التي أوجدت لغايات تكوين أجيال من الناشئة ذوي شخصيات متفردة تعبر عن ذاتها ومحيطها وتكون قادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل. هنا في دولة الإمارات للمرأة دور ومسؤولية رئيسية في منظومة الحياة اليومية، فقد أثبتت قدرتها على العطاء بمستويات أداء تنافسية لم يكن لها أن تخوض التحدي بثبات وعزيمة لولا أنها تمتلك القدرات والشخصية القيادية. في الشارقة منظومة عمل متكاملة تعنى بشؤون رياضة المرأة، أحد أذرعها الفاعلة نادي الشطرنج والثقافة لفتيات الشارقة. في الحقيقة تكمن أهمية وجود نادي الشطرنج وخاص للفتيات بإمارة الشارقة ضمن برامج تمكين المرأة في كافة المجالات وخاصة المجالات الرياضية، وهذا منسجم مع رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة حفظه الله، حيث يولي الرياضة النسائية اهتماما كبيرا عندما يقول سيبقى الإنسان المحور الأول لعملنا. سعادة نجلة عبد الله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة لفتيات الشارقة، شخصية تربوية معروفة عملت في سلك التعليم لسنوات طويلة، وظفت نجاحاتها الإدارية والقيادية في مجال تطوير القدرات الشخصية للاعبات الشطرنج. نحن علاقتنا مع اللاعبات علاقة ودية قائمة على الود والاحترام. في البداية كان فيه نوع من التذمر كون أن مثل ما أنت عارف أن رياضة الشطرنج رياضة ذهنية وتستهدف فئة معينة من الناس وليس الجميع، لذلك كان فكر اللاعبات أن أنا لاعبة شطرنج، يعني لماذا تكون هناك برامج ثقافية لي موازية للبرامج لبرامج رياضة الشطرنج. وضحنا هذه النقطة في إجابة بسيطة. اليوم أنت كلاعبة شطرنج أنت تمثلين فتاة الإمارات. فتاة الإمارات لابد أن تكون لها سمات خاصة. وجودك كلاعبة شطرنج حتماً أنك أنت بتشتركين في مباريات أو مسابقات أو معسكرات خارجية خارج دولة الإمارات، لذلك نحن نطمح أن تكون فتاة الإمارات ذات شخصية متوازنة، بمعنى أن تكون سفيرة لدولة الإمارات. مع التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة لفتيات الشارقة في العام 2018، قام النادي بتطوير برامج عمل تستهدف تنمية الجوانب الشخصية للاعبات النادي، تهدف إلى تعزيز قيم الهوية الإماراتية. هذه البرامج تعد الفتاة للمستقبل، سواء كانت كامرأة عاملة أو امرأة وأم أيضا، نحرص على التوازن في الشخصية في السمات الشخصية عند لاعبة الشطرنج، سواء في مهارة التواصل مع الآخرين، سواء في مهارة قيادة فريق. هذه الأمور كلها نحن واضعين في الاعتبار عند بناء الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للنادي.
الأسرة الواحدة هو شعار العاملين في النادي. رئيس مجلس الإدارة تنظر إلى دورها على أنه مكمل لبقية الأدوار، فهي عضو في فريق العمل. أنا ضمن فريق عمل متكامل، سواء من الأخوات عضوات مجلس الإدارة وأيضا الموظفات الموجودات في النادي، واللي أنا أفتخر أني أنا أعمل ضمن هذا الفريق، والمدربين أيضا واللاعبات وأولياء أمور اللاعبات. لذلك أنك أنت تعيش الإدارة بالحب مع هذا الفريق، هذا يعزز من أهمية التواصل فيما بين الجميع. يعني كأننا نحن في حلقة واحدة، فيه دائما في حوار، دائما في نقاش في كل المبادرات، أو حتى في سير العمل في النادي، العمل الروتيني في النادي. نحن نحرص على فتح قنوات الاتصال مع الجميع، سواء كنا نحن داخل النادي أو أيضا مع الشركاء الخارجيين من مؤسسات المجتمع المحلي، من الأندية الأخرى اللي موجودة، الأندية الشطرنج الموجودة ضمن برامج أيضا اتحاد الإمارات للشطرنج. فيعني هذا أنا أتوقع أن هذه الطريقة نحن إن شاء الله حققنا فيها النتائج المرجوة. طبق النادي أفضل الممارسات الإدارية لخلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين واللاعبين والجمهور وأولياء الأمور. ولتحقيق ذلك، فإن النادي يطبق آلية العمل المؤسسي في إعداد منهجيات العمل لتسهيل الإجراءات والأمور الإدارية. كغيره من المؤسسات والأندية الرياضية في الشارقة، محور البحث واستكشاف المواهب المتميزة يشغل حيزاً كبيراً من خطط وجهود النادي. بفضل من الله سبحانه وتعالى نحن بدأنا العمل كمجلس إدارة في 2018، حققنا نمو متميز في استقطاب أعداد اللاعبات، وضعنا برامج لاستكشاف مواهب اللاعبات من المدارس. تبدأ المبادرة من رياض الأطفال روضة ثانية ومدارس الحلقة الأولى، حيث يعمل فريق العمل على زيارة المدارس واستكشاف اللاعبات الموهوبات في الشطرنج، بالإضافة إلى أن هناك برامج تعمل على تأهيل اللاعبات اللي حابين أنهم هم يبتدون في ممارسة لعبة الشطرنج. هذه الدورة التأهيلية مدتها 3 شهور، يتم إخضاع اللاعبة لتدريب مكثف خلال هذه الفترة. في حال أن تم اكتشاف الموهبة الحقيقية عند اللاعبة، يتم إخضاعها أيضا، يتم تسجيلها كلاعبة في النادي. تم تشكيل لجنة صناع الأبطال، وهي لجنة خاصة بأولياء الأمور للمشاركة في دعم القرار فيما يخص شؤون اللاعبات وتطويرهم، وكذلك للدور الرئيسي الذي يقوم به ولي الأمر كشريك أساسي في المشاركة في الأنشطة المجتمعية التي ينظمها النادي. يحرص النادي على رسم خارطة طريق للمنتسبات آلية منذ بداية التحاقهن بالنادي، من خلال مرور اللاعبة بعدة مراحل تتمثل أولا خضوع المنتسبة إلى دورة تأهيلية في أساسيات رياضة الشطرنج،
ويتم في نهاية الدورة تقييم اللاعبة ثم تصنيفهن وفق النتائج إلى التدريب التخصصي، حيث يتم تدريب اللاعبة بصورة مكثفة بإشراف مدربين ذو كفاءة مهنية عالية. بدأت مسيرتي وأنا عمري 5 سنوات، انجذبت لهذه اللعبة عن طريق أختي وأخوي. عقب يوم شافوا أمي وأبوي الانجذاب لهاي اللعبة على طول سجلوني في النادي. طبعاً أشكرهم وأشكر النادي على تحفيزهم وتطويرهم لمهاراتي، ما كنت بوصل لهاي المرحلة لولاهم، وأيضاً أشكر أبونا الشيخ سلطان على اهتمامه أيضاً. جهود نادي الشطرنج والثقافة لفتيات الشارقة متواصلة في مجال البحث عن التنافسية العالمية. قناعات القائمات على هذا المشروع راسخة في قدرتهن على نشر ثقافة رياضة الشطرنج في أوساط الفتيات والسيدات في مجتمع الشارقة. يحرص النادي على نشر ثقافة لعبة الشطرنج ضمن مبادراته في العمل التطوعي تحت مسمى رقعة الشطرنج للعمل التطوعي. يتم في هذه المبادرة نشر لعبة الشطرنج بعدة إجراءات، من ضمنها أن الإعلان عن وجود بطولة في بطولة ودية بين موظفات المؤسسات المحلية في الشارقة. بدينا فيها بحيث أن في هذه المبادرة يكون في تدريب حسب برامج المؤسسة نفسها للاعبات أو الموظفات اللي حابين أنهم يدخلون في هذه المبادرة، أو بالنسبة للإخوان المدربين أو المدربات التابعين للنادي يحرصون عليها لأن بتنحسب لهم ساعات عمل تطوعية. في نهاية الفترة التدريبية هذه بيتم عمل بطولة ودية بين المؤسسات، وسيتم تكريم المؤسسة الفائزة في هذه البطولة. لاحظنا فيها إقبال جميل من الموظفات في الانتساب لهذه البطولة، خاصة أن من بينهم أمهات لاعبات، فحلو أن تلعب الأم مع ابنتها في المباريات اللي نقيمن أو البطولات اللي نقيمن، مثل بطولة الأسرة. في عندنا كنا نفذنا العام الماضي بطولة الأسرة العربية ليهم تلعب كأسرة واحدة يعني ضمن الفريق، فيعني كان نتاجه وايد جميل، حتى أثناء اللعب كان الجو ودي بحت. حصول لاعبات على إنجازات محلية ودولية في البطولات المختلفة، كان آخرها المركز الأول في بطولة تشيك الدولية عام 2022، ولقب أفضل لاعبة في بطولة مهرجان بيل للشطرنج في سويسرا أيضا في عام 2022، والمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كاس صاحب السمو رئيس الدولة في فئة السيدات في 2022. بالإضافة أيضا حصلنا النادي فاز بدرع التفوق الرياضي في الشطرنج. ترجمة رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي فيما يتعلق بشخصية الفتاة الإماراتية هاجس يتصدر أولويات نادي الشطرنج والثقافة لفتيات الشارقة. يحرص النادي على بناء منظومة القيم عند اللاعبة، وخاصة القيم الإماراتية الأصيلة.
امتثالا لقول صاحب السمو حفظه الله عيالي وبحفظهم. لذلك نعمل على أن يكون النادي بيئة حاضنة للاعبات، نحرص فيها على برامج تعزز ثقة اللاعبة بنفسها، نحرص فيها على بناء الشخصية الإماراتية المتكاملة، نحرص أيضا على بناء المواطنة عند هذه اللاعبة. توجد لدينا جلسات عصف ذهني لاستمطار الأفكار بما يخص هذه القيم والمبادئ. وطبعا يعني وجودنا نحن بين اللاعبات، وجود الأخوات فريق العمل في النادي من المدير التنفيذي والأخوات الموظفات بالشخصية المتزنة الراقية في التعامل، يسهم في الاقتداء بهم من قبل اللاعبات. يمتلك نادي الشطرنج والثقافة لفتيات الشارقة رؤية طموحة تغذيها عزيمة وإرادة قوية ترجمتها إنجازات بطلات الشطرنج خلال السنوات القليلة من عمر هذا الكيان. طورت لجنة الاستراتيجية خطتها للسنوات الخمس المقبلة بصورة استفادت فيها من مخرجات ونتائج سنوات العمل الماضية. رؤيتنا في نادي الشطرنج بعد خمس سنوات من الآن تحقيق لعبة الشطرنج الإماراتي النسائي موقع ريادي على الخارطة المحلية والدولية. ضمان الاستمرارية ومتابعة فاعلية خطط العمل التي تغذي الرؤية الاستراتيجية لنادي الشطرنج والثقافة لفتيات الشارقة يلزمه ارتباط وثيق بمنظومة الرياضة في الإمارة. رؤية النادي مرتبطة ارتباط مباشر برؤية واستراتيجية مجلس الشارقة الرياضي، ويأتي تشكيل فرق العمل في النادي المنبثقة من اللجان الدائمة التخصصية في مجلس الإدارة وهي ست لجان، ومنها تتشكل فرق عمل المبادرات للجان المؤقتة في النادي وفق منهجية عمل واضحة لجميع العاملين عن طريق التوظيف الأمثل للممارسات الإدارية مثل التكاليف الإدارية وتفويض الصلاحيات وفق تدرج السلم الوظيفي، ويتم تقييم عمل اللجان المؤقتة بعد انتهاء عملها في مجلس الإدارة بصفة دورية من أجل التطوير المستمر. الإتقان هو سمة العمل في كواليس نادي الشطرنج والثقافة لفتيات الشارقة. كفاءة الأنشطة والفعاليات مرتبطة بالعملية الإدارية اليومية. هذا النظام ومخرجاته يخضعان للتقييم بهدف التطوير المستمر. تقوم جميع الفرق واللجان بقياس مؤشرات الأداء السنوية بصورة دورية وفق الاستمارات المصممة لكافة المبادرات والأنشطة، ونحرص على متابعة تحقيق المستهدفات ووضع الخطط البديلة في حال وجود عوائق وتحديات حرصاً منا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. نسعى دائماً للتعاون مع المؤسسات الرياضية والمؤسسات المجتمعية المختلفة في تنفيذ مختلف المبادرات والأنشطة والفعاليات، ففي العام 2019 بلغ عدد الشركاء لدينا 27 شريك، وفي هذا العام وصل العدد حتى الآن إلى 45 شريك. ومن خلال تطبيق منهجية إدارة العلاقة مع الشركاء نقوم بصورة دورية بتقييم الشراكة من خلال نشر استبانة قياس رضا الشركاء وقياس مؤشراتها، وبلغت نسبة الرضا 100% سنويا منذ العام 2019 وحتى الآن والحمد لله، كما نحرص سنويا
على تكريم الشركاء لتعزيز وتوطيد الشراكة الدائمة بيننا وبين الشركاء من مؤسسات وأولياء أمور ولاعبات. للإنجازات محركات تصنعها ورؤية طموحة تغذيها. الدعم الكبير الذي يلقاه نادي الشطرنج والثقافة لفتيات الشارقة كان وما زال الحافز الأول لفريق عمل النادي من أجل مواصلة طريق البناء لفتيات الإمارات. في ظل الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في إمارة الشارقة وخصوصا جهود صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وقرينته سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي في دعم الرياضة وخصوصا الرياضة النسائية في إمارة الشارقة، لذلك نضع نحن مجلس الإدارة نصب أعيننا هذه الجهود بحيث أن هذه الجهود تستثمر للوصول إلى مخرجات عالية الجودة في بناء الشخصية القيادية والشخصية الشطرنجية عند الفتاة في نادي الشارقة للشطرنج. بين الإنجازات الرياضية الدولية وبناء شخصية تحظى بالثقة والاحترام للفتاة الإماراتية تكمن القصة وراء هذا الصرح الرياضي الثقافي في إمارة الشارقة. وجودنا كنادي متخصص أكيد وجود لاعبة دولية في الشطرنج هذا ما نطمح إلى الوصول إليه، وبالفعل نحن كانت عندنا نتائج جميلة في بطولة التشيك في الصيف الماضي، لكن أيضا وجود شخصية الفتاة الإماراتية المتوازنة أيضا مهم بالنسبة للنادي ولفريق العمل.